لا بد من بذل السبب، حتى وأنت واهم تعبان ابذل السبب، تعبنا يا شيخ ابذل السبب، لا تتوقف، لأن الله إذا رآك تسعى مصدقا بوعده أعطاك حتى يرضيك. كيف؟ متى؟ أين؟ لا أعلم أنا ولا أنت، لكن عندي يقين في قلبي أنه سيعطيك. ألست من عباده؟ ألست مخلوقا؟ ضمن لك الرزق. ولذلك مما روي عن الشافعي وغيره قال: أمرني بطاعته وضمن لي رزقه، فلن أنشغل بما ضمن لي وسأنشغل بما أمرت به. أطع الله. أنا أفتح بقالة، صحيح؟ أفتح بقالة وأضع مواد الطعام فيها، هذا سبب الرزق ويجب أن يفعله، لكن يجي زبون ما يجي زبون هذا أمر آخر، لكنني سيسألني الله أنك بذلت أم لا، فابذل السبب. وأكبر سبب للكساد التجاري والخسارة التجارية وضياع المستقبل الوظيفي سببه نقص معين التوكل في قلوب عباد الله، عنده ما عنده مواثق. يا شيخ تزوجنا لكن ما في أمل، يا شيخ توظفنا ما في أمل، عالجنا يا شيخ. ولذلك تجد هذا المحبط مسجون على ملك الله وفوق ملك الله. اركض برجلك، فحرك القدم بتعب بوهن فنبل على الماء فإذا هو العافية. وقولوا لكل واحد حتى لو نايم تعبان اركض برجلك، حرك رجلك الله يعظم، وسيأتيك الماء المعين ويأتيك الأرزاق من حيث لا تدري. كل الظروف على مريم متعبة، ثم يأمرها الله لكي تأكل، لكي يدر ثديها حليبا لصغيرها، لا يمكن تسقط النخلة تمرة حتى تحرك الجذع، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. الله أكبر. لابد من بذل السبب، لابد. منع الله في إعطائك لشيء بذلت السبب فيه، منعه لك أصله عطاء. يعني تزوجت ورحت للطبيب أو الطبيبة للمرأة والطبيب للرجل، وسويت طفل أنابيب 7 مرات وطفل الأنابيب، إذا كانت البويضة من المرأة والماء والحيوان المنوي من الرجل جائز، إذا كان في حفظ للنطف حتى لا تختلط جائز كما قرر ذلك مجمع الفقه، لكن بذلت السبب. تزوجت وعالجت، لكن مو شرط الله يحفظك أن تبذل السبب ثم يعطيك المسبب. هو لما حرمك الولد وأنت باذل السبب، لأنه يعلم جل وعلا في سابق علمه سبحانه أن الولد قد يشقيك، يشقيك. رأيت الخضر يقتل ابنا شابا نفسا زكية بغير حق قتله، لماذا؟ لأن العليم الخبير العليم الحكيم يعلم أن الصغير لو كبر لأرهق والديه وأتعبهم، فمات في حياتهما ليحتسبانه أجرا ولا يعذبهم قدرا، إنه الحكيم. ولذلك التوكل معناه ليس، ما تلاحظون بعض الناس كثيرا ما يدخل في مشاريع تجارية وفاشل مع سبق الإصرار والترصد، صحيح؟ ما يمكن يصير تاجر. أنت يا أبو فلان 20 محاولة تجارة ما تاجرت، صحيح؟ وما اغتنيت وما زاد رزقك، مع هذا يبيع في الأغنام وهذا يبيع في الأغنام، وهذا يكسب وهذا يخسر، هذا يبيع قلم وهذا يبيع قلم، وهذا يكسب ويخسر. إنه الله ابتلى هذا بالفقر وابتلى ذاك بالغنى، وأيهما أشق ابتلاء؟ من ابتلي بالغنى، اللي يغتني بالبنات، الذي ابتلي بالغنى هو أشد بلاء ممن ابتلي بالفقر. إذن أيها الأحباب، مع آية عظيمة يقول الحق فيها: وتوكل، اصدق يا عبدي في اعتمادك علي مع بذل السبب فيما أمرك به، لأنك بعد ذلك إذا اعتمدت عليه أتاك الحفظ منه والرعاية منه والكلاء منه حتى تسع. ولذلك يقول العلماء أن الله طمأن كل مخلوق من بني آدم بالذات حتى لا يخاف على رزقه، قال: وفي السماء رزقكم، اطمئن. لا طاغية يقدر يوقفه،
مديرك إذا فصلك تراه فاصلك على أن في رزق أوسع منه، لن تصل إليه لن تفصل، ارضى بقضاء الله بس وابذل السبب، مو بالله يحفظك تركب الوسادة الكبيرة ها وتتغطى باللحاف الجميل وتقول اللهم ارزقني، يأتيك عمر بدرته رضي الله عنه ويجلدك في ظهر قم إن السماء لا تمطر ذهبا ولا ها قم، ابذل السبب ابذل السبب. ولذلك أيها الأحباب نحتاج فقط أيها الأحباب نحتاج أن نكون مع الله، وفي السماء رزقكم طمأنينة لكل عبد في الدنيا أن الله قد قسم الأرزاق في السماء فتنزل على الأرض رغم أنوف المانعين لها. ما تلاحظون بعض الناس خفيف العقل، يسمون بعضهم صحيح ويسمون بعضهم خبل، وبعضهم يقولون ابن حلال، ابن الحلال أفضل من ابن الحرام، لكن ما عليه هذا تسمية بعض الناس. يا أخي هذا ما هو بذكي ولا ومليونير مليونير، واللي فاهم ويسرق الكحل من العين وذكي فقره قد برك على أذنيه وأنفه وقلبه، كيف يرزق الله غبيا كما يزعم الناس؟ ليس هذا لأنه غبي رزق، هذا لأن الله قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة قضى وشاء ثم خلق أن عبده يموت غنيا وأنت تموت فقير. الرزق في السماء ليس منا إلا أن نبذل السبب فقط، فيأتي السبب يوافق ما ترغب وقد يوافق ما لا ترغب، وعليك في كلا الأمرين الرضا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. توحيد جميل حتى لا نحسد، الحسد كيف يكون أحبابي؟ والحسد كل واحد منا عنده كمية. يقول سعيد يقول الحسن البصري عليه رحمة الله ما خلا جسد من حسد غير أن الشقي يبديه والتقي يخفيه. كل واحد منا يعني زميلك اللي من 20 سنة تدرس معه في الابتدائي مالك 20 مليون وأنت مديون ب20 مليون ويجي تشوفه يحتفون الناس به، بلا شك إذا ما في توحيد ما في معرفة التوكل على الله وأن الرزاق هو الله وأن الرزق يأتي بغير قوة إنما يأتي بعد بذل السبب، يجعلك تطمئن وترضى برزقك وتفرح إذا رزق الرزاق ذو القوة المتين غيرك، لأن رزقه الذي عنده ليس بحوله ولا ذكائه إنما بحول الله. يقال أن رجلا في مكة ونحن في مكة مات وليس له عقب وله معصب، ابن عم سائق سيارة أجرة عليه من الديون على رأسه أمتار، تتصل به المحكمة بعد وفاة هذا الكبير أثبت أنك من عصبة فلان. ليه؟ أنا شفته يقول من 40 سنة مرة وطردني لأنه كان يمسك الدنيا. قال كل ماله لك ترثه تعصيبا، مئات الملايين، انتقل من مديونير إلى مليونير في رمشة عين، بذكائه لا، حوله لا، كان يبذل السبب ليأكل قوت يومه، فإذا هو الآن عنده قوت ملايين من البشر. ولا تغبطه ولا إلا إن كان طائعا، ولا تحسده، فإن الذي أعطاه يعطي الجنة. يا أخي الله يعطي الجنة، فلماذا تغبطه؟